والطعم الحقيقي انها وبنقولها للمشير عمر، عادت سيرة عمر فكان عمر، فكانت السباحة وكانت الرياضة وكان ركوب الخيل وكانت الرماية. وانا بحيي اهل الرماية واهل التجديف، ناس الكانوي وناس الكاياك، وبحيي ناس المسطحات المائية، وبحيي ناس الدفاع المدني والهلال الأحمر. كلهم الليلة كانوا منظومة حقيقية تشارك في التسابق المفتوح للسباحة المفتوحة في اتحاد الخرطوم. برضو حقيقة سعادتنا أكبر بضيوفنا أولاد مدني، وبنحييهم، بنحيي كشافة مدني والسباحين الجونة من مدني، وبنحيي سباحين عطبرة، وبنحيي كل من شارك في هذه المنظومة المرتبة المميزة التي تدت حقيقة للسباحة المفتوحة سيرة الأولى. والتحية لأخواتنا وأماتنا أبناء وأمات الأبطال الليلة الورونا حاجة، إنهم هم بأسرهم وبأولادهم جو وسبحوا في النيل العريض، وكان حقيقة الرميلة شاهد من الشواهد الحقيقية للاحتفالية الحقيقية من الماستر للناشئين. أنا بحييكم أصالة عن نفسي ونيابة عن والي ولاية الخرطوم، وبقول لشيخ مكرم اطمئن تمام، نحن إن شاء الله الأرض اللي أنت دائرة للحوض جاهزة وخصصناها لك، وتبقى إن شاء الله قاعدة في مركز شباب ورتشي، يبقى في حوض أولمبي كامل، ويبقى في إعداد حقيقي. وزي ما احتفلنا بالعيد الـ 62 ده، نحن نحتفل بافتتاح الحوض في العيد القادم إن شاء الله، ونقول العيد الـ 67 عيد افتتاح الشيخ مكرم بإذن الله للحوض الأولمبي وللاتحاد المحلي بالخرطوم. وأنا بقول لكم حقيقة التحية لكم والتحية لأهلي في الرميلة، وأنا حقيقة مهما أقول فيكم الكلام حقكم، والشكر هولدكم هولكم، وإنتوا أهل ساس وأهل راس وأهل كتاب وأهل ركاب، والليلة نحن في حضرتكم استمتعنا بحقيقة ضحوة كبيرة. وأنا بقول وعبركم بشكر الإعلاميين العاكسين اللوحة الجميلة دي، لأنه ده احتفال شعبي واحتفال مجتمع حقيقي بالعيد الـ 62. وأنا بحيي كل السباحين القدام، وبحيي أهلنا الكبار شيوخ الرميلة، وبقول لهم كتر خيركم وبارك الله فيكم. الليلة أكرمتوا وكرمتوا وليداتكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الوالي، وبقول لكم تاني حنجيكم هنا مرتين وثلاثة، ويبقى ده ميدان أصيل للسباحة المفتوحة إن شاء الله.